شهيد محمد حميد اللي هو معتقل مع 33 نفر واخدينهم جنينة الحرية. كان معاه طبلة وكوفيات وكاميرا، يعني كانوا رايحين يتفسحوا، فدوم بيعتبروهم ان هم بينضموا للإفراج، هم اصلا مش تبع الإفراج. بطلب من الرئيس ان هو يشوف الظلم اللي العيال دي فيه ويرحمنا، عشان احنا تعبنا وكل واحد يتيم. والد حازم جمال مخيمر مقبوض عليه سياسيا، وبطالب من الرئيس عدلي منصور بالإفراج، بقرار إفراج الأولاد.